بنات مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اذا كنتي اول مره كتشوفني انا يسرى مرحبا بك في القناه ديالي، اشترك وفعل الجرس باش يبقى يوصلك جديد فيديوهاتي. فيديو ديال اليوم غادي يكون لوك بوك ديال بلدي، غنشارك معكم واحد الحويجات، واحد القفطنات وعبايه اللي كيحمقوا فنين اللي وصلوني من عند مريم ام عمران الصحراويه، واحد السيده اللي كتبيع العربي قفاطن، عندها حتى الحوايج العبايات، المهم عندها داكشي فن كيحمق، كتبيع حتى داكشي ديال عطور بخور زيت ارغان مثلا لي ماسك وبزاف ديال الحاجات. غادي نشارك معكم كلشي شنو وصلني، غادي نشارككم معكم طبعا حتى كيفاش كيجيو ملبوسين. خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو. النمره ديال مريم اللي كتبيع هاد الحوايج غادي تظهر عندكم دابا هنايا على الشاشه، غادي تشوفوها، وغادي نخلي لكم رابط الانستغرام ديالها في صندوق الوصف وفي التعليق الاولاني باش تواصلوا معها. الرقم اللي غادي نخلي لكم ديال الواتساب، تقدروا تهضروا معها في الواتساب وتوريكم بزاف ديال الشكلات اللي عندها اللي كيحمقوا. المهم خليكم معايا غادي تشوفوا معايا كلشي. اول قطعه غادي نبدا لكم بها هي هذه اللي لابسه انا دابا كيف ما كتشوفوا معايا، جات في الكرونه وفي البيض، هي من هنايا في البيض ومن القاع جات كامله في الكرونه، فيها هاد الطريزات هادو في الكمال، وهنايا فيها الطرزه هادي في الكمال هنايا كبيره، وحده من هنا وحده من هنا، والطرزه من هنايا كبيره كيف ما كتشوفوا، وكتجي فيها الطرزه كبيره في القاع، غادي تشوفوها ملي غادي نصورها لكم واقفه، جات كامله متروزه من القاع، واحد الطرزه طالعه حتى للركبه، وكيجي معها هاد الشال هذا اللي في راسي دابا كيف ما كتشوفوا في نفس اللون، وفي هاد الطريزه هادي خويكو ماشي مع القفطان، ها انتوما في هاد الطرزه هادي، قولوا لي كيفاش جاتكم. غادي نخليكم مع هاد الفيديو تشوفوها كيفاش كتجي في اللبسه، وغادي نرجع لكم باش نوريكم القطعه الثانيه. الزريرق انا كيحمقني اللون الزرق، الا لاحظتوني انا عزازين عليا الالوان، الوان فاقعه كيعجبوني. هذا زرق ملكي مطرز بالذهبي كيف ما كتشوفوا، عنده الطرزه هنايا في الصدر هيدا وفي الكتيفات، وجا داير العنق هيدا هاد الطريزه ستيتوا، وفي الكميمات انتما في الكميمات وفي القاع، طرزه كبيره كاينه في القاع، انا غنوريها لكم ها انتما كيف ما كتشوفوا، جات الطرزه طالعه من هنا ومن هنا ومن هاد الجهه هادي، هيا في اللبسه غادي تشوفوه مزيان، غتشوفوه كامل باش تعرفوا كيفاش كتجي، باش تشوفوا زعما المنظر ديالو كيف كيجي ملبوس وكيفاش كتجي هاد الطرزه هادي. كيجي معاه هاد الحزام هذا حتى هو فيه الطريزه هنايا كيتربط اللور، وكيجي معاه السروال ديالو ها هو حيت فيه فتحه طويله كيجي معاه السروال ها نتوما، حتى هو فيه هاد الطرزه هادي، هاد الزواقه اللي في قفطان نيت ملصقه هنايا في السروال ها نتوما. غادي نخليكم تشوفوه ملبوس كيفاش كيجي وغادي نرجع لكم. ثالث قفطان هو هذا البنات، هذا الخديدر هذا كيف ما كتشوفوا معايا في الخضر الذهبي، حتى هذا فن محمقني مطرز كامل هيدا مستوق، وفيه جوهر ملصق هانتوما، فيه جوهرات هيدا، وفي الكمايل حتى الكميمات عاوتاني مطروس كامل لكم الجنب ديالكم هيدا، وفيه جوهر حتى هو، وفيه هاد الطريزه هنايا يعني واسعه شويه هاي شتو معايا. الثوب ديالو كيف ما كتشوفوا معايا ديك اللي كيكون مزوق منو فيه ماشي حاسبي، مزوق في نفس اللون ها هو، نقرب لكم تشوفوا اكثر. هنايا بحال الشغل زعما السفيفه، الزواقه عملوها له هيدا في الكم بحال زعما السفيفه، جا مزيون جات مزيونه. فيه اللوينات هاد القفطان، حتى هذه اللي لابسه انا فيها الالوان، عندها فيها الالوان، واللي وريتكم الزرقاء حتى هي فيها اللوينات. هذا الخديدر هذا كان فيه الغوز الصفار الزرق ديالو كيحمق، ما بغيتش ندير كلشي زرق، عجبني هذا الزرق ديالو عاود حمقني، جا في بلومارين والذهبي جا في فن، ولكن كنت اخترت اخر الزرقاء ما بغيتش ندير كلشي زرق. ها هو غنخليكم تشوفوا في اللبسه كيفاش كيجي وغادي نرجع لكم مع قطعه اخرى.
يا البنات ها هي العبايه اللي فيها هاد الطريقه اللي كانت عندنا هاد العبايه جات حلوه بزاف في الجلابه جات بالقب بحال الجليبه وحتى القب ها نتوما في هاد الطرزه كيف ما كتشوفوا جات طويله والقب فيه الشوشه وكيجي مع هاد الخويط هذا طاح سامحوا لي كيجي مع هاد الخيط هذا حتى هو بحال ديك الشويشه هذيك اللي في القب ها هي هيدا كتجي غتشوفوها في اللبسه كيفاش كتجي عندها بزاف ديال الشكلات ديال العبايات اللي فنين كيحمقوا تواصلوا معها النمره اللي خليت لكم عندها راه قدامكم دابا باش ما تبقاوش تشتتوا عليها بزاف النمره ديال الواتساب دخلوا عليها في الواتساب وغادي توريكم بزاف ديال الشكلات اللي عندها ديك الشيء كيحمق هاي كيف ما كتشوفوا خليكم تشوفوها كيفاش كتجي ملبوسه وغادي نرجع مهمسك مع هذه الفراشه هذه اللي كتحمق كاملين عجبوني وهذه اكثر وحده عجبتني حمقتني جات في الزرق شوفوا معايا هذا الزرق ملكي هذا فن هذه الفراشه هذه كتهبل عندها فيها بزاف ديال اللوينات واحترت في ديك الالوان كاملين شمن اللون اللي غادي نختار كان فيها الخضر كيهبل كان فيها الموف انا اخترت الزرق حيت ما عندي حتى شي قفطان وحتى شي لبسه في الزرق ما عمري عملت هذا اللون هذا في العربي سبحان الله حمقتني الموف ديالها وانا عندي فراشه في الموف وعجبتني الخضره ديالها وانا عندي واحد اللبسه في الخضر اللون اللي ما عندي شي هو الزرق على شي خديت فيه جوج بياسات كيف ما كتشوفوا معايا حيت هذا اللون ما عندي شي وحمقني في هذه الفراشه هذه فنه غتشوفوها كيفاش كتجي في اللبسه غتحمقكم جات فيها نتوما طرزه واسعه هنايا في العنق وجاتها وداها بالزواقه هذه جات هابطه على يد القاع وعندها هي فراشه نتوما كيف ما كتشوفوا هادو في الكمايل كيجيو هيدا متروزين وهنايا من كتخرج الكم ديالك طبعا هي مبطنه عندها التحتاني ديالها حيت هذا التوب خفيف كيف ما كتعرفوا باش ما تبينش كاينه التحتاني ديالها ها هي والحلاوه هي كتجي بالقب كيجي فيها القب غزال ها نتوما غادي تشوفوها في اللبسه كيفاش كتجي فنه هذه كيف ما قلت لكم فيها الوانات كيحمقوا غتحيروا غادي تحيروا شمن اللون اللي يعجبكم انا شحال بقيت كنفكر شمن اللون غادي ندي فيها حتى الكحل والحمار والغوص المهم فيها بزاف ديال اللوينات ها نتوما كيف ما كتشوفوا معايا هذه فنه غادي نبقى نقول فنه دابا ساعه تعجبتني بزاف باش كاين عندها شي عرس شي سبات ودرت صداق عرفتني نجي نحضر تني فوقاش نلبسهم ها نتوما عندي قفاط غزلان تني فوقاش نحضر بهم غنخليكم تشوفوها كيفاش كتجي ملبوسه وغادي نرجع لكم باش نوريكم حاجه اخرين اللي فرحوني بزاف ملي وصلوني دابا غادي نشارك معكم منتجات التجميل اللي وصلوني من عند مريم اللي فرحت بهم بزاف هادو شكرا بزاف ليك مريم شكرا على المعامله ديالك واحد الانسانه اللي ظريفه بزاف طيبه المعامله ديالها غزاله غادي تتعاملوا معها وغادي تشوفوا المعامله ديالها كيفاش غزاله بحالها المهم قبل ما نشوفوا منتجات راه تفكرتها لي كنت نسيها هذه واحد الكسيبه غادي نوريها لكم ما غاديش نقدر نوريها لكم بالبوسه حيت هادو ديك الكسابه اللي كيجيو حدو بقدو ما نقدرش نلبسو حتى الكاميرا طبعا ها هي فيها هاد الريضه هادي في العنق وفي الكميمات في الكرونه فيها بزاف ديال اللوينات ها نتوما كيف ما كتشوفوا ها هي كيفاش كتجي البنات فيها اللوينات فيها الكرونه والموف والغوز ها هي غنبداو باول منتج اللي هو هذا قناع ايام زمان اللي باش اكثر نضاره ونعومه بعسل النحل خالص وزيت ارغان طبيعي 100% البنات ها هو هذا ماسك ديال الوجه ها هو فيه ريحه غزاله ديال الارغان والعسل وهذا ماسك ديال البشره طبيعي 100% كتعرفوني انا كنحماق على الحاجات اللي طبيعي 100% معدلين بمواد طبيعيه ما فيهمش مواد كيماويه هادو احسن حاجه صراحه للبشره ما كنخافش منه وكيعجبوني هذا بالنسبه للماسك ثاني حاجه وصلتني هي زيت ارغان زيت ارغان كتعرفوه غزال للبشره للشعر وكل شيء الا بغيتوا اي حاجه بحال هذا الزيوت وديك الشيء تواصلوا معها هي كتبيع كل شيء تبارك الله عليها هذا بالنسبه لزيت ارغان حاجه اخرى وصلتني هي الماورد كانت قلالي الماورد هاد المره ما جبتوش معايا المغرب
مواد كتعرفوا المنافع ديالو طبعا كاملين. وهذا صابون بلدي بزبده الشيا، فتحوه، فيه ريحه مزيونه حتى هو. وصلني هذا البنات اللي فرحت به بزاف بزاف، هذا مسك الطهاره، فيه الريحه كتحمق وكيخلي الريحه كتحمق البنات. شكرا بزاف مريم. وهذه صابونه بزيت ارغان، ها هي بلا بارابين البنات، ما فيهاش بارابين وطبيعيه 100% حتى هي ريحه ارغان. واخر حاجه البنات هي هذا كريم ديال المسك البنات اللي فيه واحد الريحه كتحمق كتحمق كتحمق، ها هو فيه ريحه كتهبل، هذا كريم بالمسك فيه ريحه فنه 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 فنه، مكرهتش عندكم تشربوا غادي يجيكم بزاف. وقبل ما ننسى هذه هي كارت فيزيت ديال مريم، ها هي غنخلي لكم واحد التصويره ملي نسالي، وطبعا غادي نخلي لكم نمره التليفون، الرابط ديال الانستغرام كيف ما قلت لكم في صندوق الوصف وفي التعليق الاولاني، الرقم ديال الواتساب باش تدخلوا تهضروا معاها وتوري لكم الالوان وشكلات اخرين اللي عندها. وصافي يا بنات، هنايا كنكون وصلنا لاخر الفيديو ديالنا، كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، غادي نخلي لكم معلومات كامله كيف ما قلت لكم. شكرا بزاف على حسن المتابعه ديالكم، على اللايك اللي كتخليوا لي وعلى التعليقات المزيونه بحالكم. السلام عليكم، تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، باي باي.